الحمد لله يا ربي أنك تركت بنتي بين إيدين أمينة. قديش كنت غلطان بحق هذا الشاب، خاطر بحياته لينقذ أرواح باقي الناس. أنتي كتير محظوظة يا سارة، أنتي محظوظة بشخص أمين وسهل مثله. الله يحميكي ويحفظك طول العمر. آمين يا رب. آمين. بابا، رح ترضى بعلاقة سارة وزاهين بعد ما عرفت كل شي؟ رح ترضى مو هيك؟ وشفت انه سارة بين ايدين امينة مو هيك بابا؟